بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، ما زالت انطلاقات أشواط سباق هذا اليوم مستمرة شوطا تلو الآخر. أيضا في هذا اليوم انتهينا من فئة الإذاع وسن الثنايا. في هذه اللحظات مع انطلاقة جديدة لسن جديد، أعلنت قبل قليل انطلاقة الشوط الأول المخصص لسن الحول. المسافة المقررة لهذا السن هنا 6 كيلومترات. شعارات مميزة تشارك بهذا الشوط، تحمل شعار الهجانة السلطانية وشعار الأخوة المواطنين الذي يحب المنافسة في الأشواط الرئيسية. أعلنت انطلاقة هذا الشوط والمسافة هي 6 كيلومترات. نذهب مباشرة إلى المركز الأول، إلى المقدمة والصدارة، لكي نعطيكم الوصف الكامل والواضح عن ما يدور من أحداث في خلال هذا المسار. هذه ميزة للهجانة السلطانية، أخذت المركز الأول مع المضمر سيف بن عبد الله الحبسي. المركز الثاني تحليل للهجانة السلطانية مع المضمر عبد الله بن طويرش الوهيبي. المركز الثالث هملولة أيضا لسعيد بن حمد بن محمد الوهيبي. المركز الرابع غزلان للهجانة السلطانية مع المضمر سيف بن عبد الله الحبسي. والمركز الخامس القادمة للهجانة السلطانية مع المضمر علي بن سليمان الوهيبي، مضمرا متابعا للانطلاقة القادمة التي تتواجد في المركز الخامس. المركز السادس هناك الشاهنية للهجانة السلطانية مع سعيد بن الحزيمي العويسي. المركز السابع مسيرة للهجانة السلطانية مع المضمر الغفيج بن صغير المالكي. والمركز الثامن الماسة للهجانة السلطانية مع هلال بن حميد الحبسي. المركز التاسع الوصول يأتي من ناصية للهجانة السلطانية مع حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. والمركز العاشر الشاهنية للهجانة السلطانية مع المضمر سلطان بن حمود الجحافي. هذه هي النتيجة، هذه هي النداء الأول للعشرة الأسماء الأولى المنطلقة والمتقدمة في هذا المسار. ما زالت المسيرة الحول مستمرة في شوطها الأول حاملة معها هذه الأسماء، نخبة الأسماء المشاركة. الجميع يحدوها من الفوز والانتصار لتسجيل نقطة مميزة وذهبية في هذا المحفل التراثي الكبير الذي يستقطب جميع ملاك الهجن من مختلف محافظات السلطنة قادمين للمشاركة والمنافسة لتسجيل نقاط ذهبية في هذا المحفل التراثي المميز. إذا نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، إلى المجموعة الثلاثية الأولى التي تتقدمها ميزة وهملولة وتحليل. إذا هملولة التي خذت المركز الأول بفارق بسيط لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي، ميزة التي تتواجد على المركز الثاني في هذه اللحظة للهجانة السلطانية مع سيف بن عبد الله الحبسي. والمركز الثالث تحليل للهجانة السلطانية مع المضمر عبد الله بن طويرش الوهيبي، هذا المضمر الذي فاز بالأشواط الرئيسية في هذا اليوم عن طريق أرصاد التي خذت كشوط الإذاع، وصلالة التي فازت بسن الثنايا، يبحث عن نقطة ثالثة في هذا الصباح. المركز الرابع غزلان للهجانة السلطانية مع المضمر سيف بن عبد الله الحبسي. وغزلان أيضا مميزة ومرشحة لكسب نقطة هذا الشوط بحكم الإنجازات المميزة التي حققتها في هذا الموسم، تتواجد في المركز الرابع المركز الخامس القادمة. ولا ننسى إنجازاتها التي حققتها قبل أسبوعين بميدان الفليج. أيضا للهجانة السلطانية مع المضمر علي بن سليمان الوهيبي. والمركز السادس هنا تواجد من مسيرة صاحبة الكؤوس والرموز، تتواجد في المركز السادس للهجانة السلطانية مع المضمر الغفيج بن صغير المالكي. والمركز السابع ناصية أيضا للهجانة السلطانية مع حمد بن محمد الوهيبي في سابع المراكز. المركز الثامن هذه الشاهينية أيضا خطيرة وقوية، والماسة أيضا تتواجد في المركز الثامن جميعها يحملا شعار الهجانة السلطانية الشاهينية مع سعيد بن الحزيم العويسي. الماسة مع هلال بن حميد الحبسي، وتواجد أيضا من الشاهنية للهجانة السلطانية مع سلطان بن حمود الجحافي. نعود مع المقدمة والصدارة، مع القوة والإثارة، مع التحدي والريادة، مع هملولة التي ما زالت مسيطرة كل السيطرة على مجريات الأمور إلى حد هذه اللحظات. هملولة هملولة، هناك يتواجد سعيد بن حمد بن محمد الوهيبي، يتواجد مع انطلاقة هملولة التي في الصدارة إلى حد هذه اللحظات، صاحبة هذا الشكل الجميل والعرض المميز.
الحيز التي تندفع بهذا الموقع وتتمسك به إلى حد هذه اللحظات. ومع انتصاف المسافة انتصفت المسافة المقررة لهذا السن هنا 6 كيلومترات، قضى نصفها والمتبقي النصف الآخر مسافة كافية لكي نرى شعارات مميزة تتقدم ومنافسة مملولة على موقع الصدارة. لكن ميزة التي تتواجد على ثاني المراكز مع أيضا الهجان السلطانية مع المضمر سيف بن عبد الله الحبسي، تحليل في المركز الثالث للهجان السلطانية مع عبد الله بن طويرش الوهيبي، المركز الرابع وصلت غزلان تتقدم إلى المركز الثالث للهجان السلطانية مع سيف بن عبد الله الحبسي، وصلت القادمة تخترق الصفوف تصل إلى المركز الثالث للهجان السلطانية مع المضمر علي بن سليمان الوهيبي، بينما الأسماء قادمة ما شاء الله. المركز السابع السادس أتراجع قليلا لكي يتعرف على بقية الأسماء المنطلقة والتي ترغب بموقع الصدارة. منافسة المجموعة الأولى وصلت مسيرة الهجانة السلطانية مع الغفيج بن الصغير المالكي في المركز السادس، ناصية في المركز السابع للهجانة السلطانية مع حمد بن محمد الوهيبي، المركز الثامن الماسة للهجانة السلطانية مع هلال بن حميد الحبسي. يكتفي بهذا القدر من الأسماء ونعود مع الصدارة، نعود مع المركز الأول. المنافسة الجادة ما بين 3 أقطاب قوية مشاركة، هناك شعار حمد بن محمد الوهيبي يشارك بها ملولة التي ما زالت تندفع بموقع الصدارة إلى حد هذه اللحظات. ما شاء الله يا هملولة، ما شاء الله يا هملولة على هذا الأداء المميز، على هذا العرض المميز، شكلها شكل جميل، عرضها أيضا أميز وأجمل من أيضا أداء مميز تأديه على أرضية هذا الميدان. سعيد بن حمد بن محمد الوهيبي وصلت القادمة، بدت أيضا بمنافسة هملولة على موقع الصدارة للهجانة السلطانية مع علي بن سليمان الوهيبي. غزلان تواجدت في المركز الثالث للهجانة السلطانية مع سيف بن عبد الله الحبسي، تحليل في المركز الرابع للهجانة السلطانية مع عبد الله بن طويرش الوهيبي، وصلت مسيرة في المركز الخامس للهجانة السلطانية مع الغفيج بالصغير المالكي، هناك ناصية والماسة وميزة وعودة مع المركز الأول مع العرض الثنائي من هملولة والقادمة. الهملولة والقادمة ما شاء الله، هملولة 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 ما زالت في المركز الأول إلى حد هذه اللحظات. سعيد بن حمد بن محمد الوهيبي صاحبة الميدان، صاحبة الأرض والجمهور، تأدي أحلى الأداء على أرضية هذا الميدان من بداية الانطلاقة وهي تتمسك بموقع الصدارة إلى حد هذه اللحظات. ولكن الضغط القوي والمباشر يأتي عن طريق القادمة التي تتواجد على ثاني المراكز للهجانة السلطانية مع المضمر علي بن سليمان الوهيبي. إذن القادمة وهملولة بدأ بالابتعاد عن بقية الأسماء المشاركة، لكن الأسماء قادمة. 1200 متر الأخيرة، الفاصلة عن خط النهاية، عن المنصة الرئيسية، عن الجمهور الكريم المتابع لانطلاقات أشواط سباق هذا اليوم. الله يا هذا العرض من هملولة والقادمة، وصلا تحليل وغزلان في المركز الثالث والرابع والأسماء قادمة. ولكن أعود مع القادمة ولحظة تغييرها أيضا، القادمة للهجانة السلطانية مع علي بن سليمان الوهيبي. لكن هملولة تعود للمنافسة من جديد. سعيد بن حمد بن محمد الوهيبي أتراجع قليلا لكي يتعرف على الأسماء قادمة والمنطلقة لملاحقة هملولة والقادمة. غزلان للهجانة السلطانية مع سيف بن عبد الله الحبسي، وتحليل للهجانة السلطانية مع عبد الله بن طويرش الوهيبي. لكن أعود مع العرض الثنائي مع هملولة والقادمة من دون يتوامر ولا تعليمات لم تصدر بعد، ونحن على مقربة من خط النهاية، على مقربة من المنصة الرئيسية، من الجمهور المتابع، وبقيادة هملولة بانطلاقة هملولة. سعيد بن حمد بن محمد الوهيبي ما شاء الله وتبارك الله، انطلقة الفوز مع 400 متر الأخيرة، الفاصلة عن خط النهاية. ما شاء الله ما شاء الله يا هذا العرض من هملولة لسعيد بن حمد بن محمد الوهيبي. تراجعت القادمة للمركز الثاني للهجانة السلطانية مع علي بن سليمان الوهيبي. لكن خلاص الشوط يسجل باسم هملولة، والتهاني تهدى لمالك هملولة سعيد بن حمد بن محمد الوهيبي من دون يتوامر
التعليمات، أيضا كانت مرشحة لكسب نقطة هذا الشوط بحكم الإنجازات الماضية التي حققتها في هذا الموسم. إذا هذه لحظة اقترابها من خط النهاية من دون يتوامر ولا منافس. تهانينا والناموس لسعيد بن حمد بن محمد الوهيبي بمناسبة فوزها الأولى، المركز الثاني القادمة للهجان السلطانية، المركز الثالث ايضا شاهنيه الهجان السلطانيه، المركز الرابع اعتقد انها غزلان الهجان السلطانيه وتحليل ايضا تتواجد، والماسه ومسيره جميعها للهجان السلطانيه وميزه. تهانينا والناموس للجميع. نعود بالتهنئه لسعيد بن حمد بن محمد الوهيبي بمناسبه فوز هملولة بالمركز الاول في الشوط الاول الرئيسي لسن الحول، قطعت مسافه 6 كيلومترات في توقيت زمني وقدره 9 دقائق 44 ثانيه 12 جزء من الثانيه.